أهلا بيكم. منتخب المغرب الشقيق من أفضل المنتخبات في القارة الأفريقية على الإطلاق، ويكاد يكون الأفضل عربيا بلا منازع. منتخب المغرب والكرة المغربية في تطور كبير الفترة اللي فاتت، والدليل على ده حصولهم على دور الأبطال وكأس الكونفدرالية وبالتبعية كأس السوبر الأفريقي، مش من وليد الصدفة ولا من الفراغ، إنما بالتخطيط والتنظيم والرقابة والإدارة الناجحة. مجال التخطيط الرياضي السليم الدليل على أكبر نجاح هو تعيين وليد الركراكي الوطنية مهمة تدريب المنتخب المغربية، صاحب الجرينتا والإصرار. الإصرار والعزيمة هما سر النجاح والتفوق في كل المجالات. منتخب المغرب بيقدم كرة أوروبية بكل ما تحمله الكلمة من معاني وتفاصيل. تقول لي إيه الدليل على وجود كم لعيبة كبير ومواهب في الكرة المغربية؟ أقول لك إيه الدليل. عندنا في الزمالك أشرف بن شرقي لما مشي أنا قلت له سأكتفي بك حلما فوقعك ليس لي. أشرف بن شرقي من أفضل اللعيبة اللي جت في الزمالك محترفين على مر التاريخ. عندنا جمهور الزمالك العظيم كان بيلقب أشرف بن شرقي بن قلبي، هو فعلا بن قلبي، عمل إضافة كبيرة وطفرة كبيرة في أداء نادي الزمالك. أشرف بن شرقي أصبح معشوق الجماهير، ملوش مكان في منتخب المغرب. بدر بنون جه فترة قريبة وصغيرة في النادي الأهلي، ومع ذلك أصبح معشوق جماهير النادي الأهلي في الفترة دي، وكل الناس بقت تحكي وتتحاكى عليه، وهو فعلا لاعب كبير، وأنا قلت إن ده فعلا ما ينقص النادي الأهلي. مش موجود في منتخب المغرب، ده أكبر دليل على كم المواهب والنجوم في الكرة المغربية. وليد الركراكي ورفاقه حكيم زياش، أشرف حكيمي، يوسف النصيري، سفيان بوفال تفوقوا بثنائية على منتخب تشيلي القوي والعنيد. الكرة المغربية بتقدم كرة ولا أروع، ولكن ينقصهم التوفيق والحظ. تقول لي ليه؟ أقول لك حتى لما وقعوا في المجموعة الستة في مونديال قطر بجوار كرواتيا وصيف كأس العالم، بلجيكا المرشح الأقوى للوصول للنهائي والفوز باللقب، كندا منتخب عنيد، ولكن المغرب تستطيع التفوق. أقول لك ليه كمان مفيش حظ؟ ترتيب مباريات منتخب المغرب تبدأ بكرواتيا، بعديها بلجيكا، بعديها كندا. لو كان الترتيب العكس وبنبدأ بكندا وبناخد أول 3 بونت ويصبح لدينا الثقة بالنفس كان الموضوع اختلف، إنما البداية مع وصيف كأس العالم، بعديها المرشح الأقوى للفوز بكأس العالم، وأخيرا كندا مباراة تحصيل حاصل. إنما نتمنى من الأعماق كل التوفيق لمنتخب المغرب الشقيق. وليد الركراكي ابقى قويا فقصتك لم تنتهي بعد.